عارفين موضوع السينز اوف ميموري ده بيحصل حتى في الشغل، يعني الابريزل مثلا، دايما الواحد بيقول يا انا ما لقيتش يعني الوقت اللي عك فيه واعمل فيه الغلطه الكبيره دي غير قبل الابريزل بتاعي بيوم، يجي فعلا المدير وتاني يوم مش فاكر غير الغلطه اللي هو عملها اليوم اللي قبله، لكن نسي بقى كل اللي عمله من اول السنه من اول الكوارتر. مش قادر انسى لحظه ما اكتشفت ان تي جي اي فرايداي معناها ثانك جاد اتس فرايداي، وان ده اكسبريشن الناس اللي عندها الويك اند بيبتدي يوم السبت بيستقبلوا بيه الويك اند، بس بالنسبه لنا احنا الخميس. وبعدها اكتشفت الشو بتاع اس ان ال ساتردي نايت لايف اللي هو برده الجمعه عندهم، لكن احنا هنا سكول نايت، صباح عندنا شغل تاني يوم الحد، يعني بالنسبه لنا ساتردي نايت سيرفايف. عشان كده ده الوقت اللي هكون معاكم فيه نيفين زاهر رستم كارير ساتسفاكشن اكسبرت، هجيلكم بحلقة جديدة كل يوم سبت الساعة 7 عشان أبدل الساتردي نايت سيرفايف دي لورك ويك ريفايف، مع بودكاست وجهة نظر عن كتب مش في المناهج أقدم لكم من خلالها اللي بسميه الـ IEO formula، أشارك بإنفورميشن وإنسايت تطبقوها بإنديورينج أفورت عشان تفتح قدامكم الـ opportunities والـ outcome that you desire to enrich your career and life. الكتاب ده اسمه 7 Sins of Memory، زي ما تكون 7 أخطاء الذاكرة، واللي كتبه اسمه دانيال. أول عيب في الذاكرة بيقول لما الواحد بيبقى، دي حاجة عامة جدا وفعلا كلنا تقريبا بنعدي بيها، موضوع ان الواحد يبقى عارف وش الشخص بس مش فاكر اسمه، أو عارف انه شافه في حتة قبل كده، وخصوصا كل ما الزمن يمر كل ما الميموري دي بتقل، يعني حتى لو حاولنا مثلا نحفظ كلمات معينة النهاردة هقدر أسمعها كلها، بكرة هسمع نصها، بعده هسمع ربعها، وهكذا مع الوقت الذاكرة بتقل في نفس المعلومة. والحلو في الكتاب ان هو بيقول لنا الداونسايد والابسايد بتاع كل حاجة، كل حاجة ليها زي ما ليها عيب وزي ما هي حاجة مضرة بس ممكن تبقى برضو مفيدة في حاجة. فمثلا نقطة زي دي بتساعد ان الواحد يركز اكتر في الحاجات اللي هي تستاهل تبقى long term memory، الحاجات اللي عايز في المستقبل يفتكرها عشان ما يكررش نفس الغلطة تاني، او يعرف يحمي نفسه، او يتصرف صح، او يطبق اللي تعلمه. لكن الحاجات اللي هي short term وبتبقى مش مهمة قوي حصلت على مدار اليوم دي تعتبر too much details فممكن تتنسي. والفلترة دي اللي يصلح long term و short term هي دي اللي بتساعد الواحد ان هو يقسم معلوماته لcategories كده يقرف يرجع لها لما يحتاج لها. شغلك عامل لك ازمة ومش عارف تبتدي منين، لما تنضم للكارير كوتشنج كلوب هتاخد قرارك برؤية واضحة وتنمي مهاراتك عشان تحققها، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrustom.com و join the coaching club. تاني خطيئة للميموري هي الـ absent mind، ان الشخص يبقى بيتحرك كده بس مغيب، يعني مش واخد باله من حاجة، او يمكن باله اصلا مشغول بحاجة تانية خالص غير اللي هو فيها دلوقتي. عارفين كده زي الفيديو المشهور قوي بتاع اللي بيلعبوا باسكت بول ويقولوا لكم خلوا بالكوا الكرة اتحدفت كم مرة، فتبقى عينيكوا رايحة على الكرة، وبعد كده تفاجئوا لما يجوا يعملوا ريبلاي ان كان في غوريلا بتعدي رايحة جاية كده بترقص ومحدش خد باله منها خالص لان تركيزنا على الكرة بس. والابسايد بقى بتاع الموضوع ده اللي احنا بنعمله في السواقه، ان الاكشن دي تبقى اوتوميتد، او احنا مثلا بنغسل سنانا اكشن اوتوميتد برضو، فده بيتوح لنا فرصه ان احنا نكون بنعمل حاجه تانية، بنفكر في حاجه تانية في نفس الوقت اللي احنا بنعمل فيه اكشن اوتوماتيك. تالت حاجه بقى هي المنتل بلوك، وانا بدي كورسز فرنش او انجليش دايما بيقولوا لي استني يا نفين ما تقوليلناش انا عارف الكلمه دي، انا متاكد ان انا عارفها، وتبقى فعلا على لسانهم خلاص هيقولوها، بس يطلبوا مني مثلا طب قولي اولها، طب قولي اول حرف، وهو ده اللي فعلا ممكن يسهل عليهم ان هم يجيبوا الكلمه اللي كانوا عايزينها. عشان كده حل الموضوع ده انه دايما يبقى فيه لينك كده للمعلومات، واللينك ده يبقى ليه معنى، يعني في ناس حتى بتستعمل ده وانا بصراحه جربته مؤخرا، ان اربط اسم الشخص بصفه لو هو اصلا اسمه مش ملوش معنى قوي يعني، فاربطه بصفه، زي مثلا هما هقروا في الكتاب اكزامبل بروس، لو حد اسمه بروس عايزين نفتكر اسمه فنربطها بالخبطه اللي عنده مش عارف فين بروز، فكل ما اشوف بروس افتكر ان اسمه بروس عشان عنده بروز. وطبعا لما طبقت الكلام ده يعني الارقام على الموبايل بتاعي يعني ما انصحش اي حد ان هو يبص فيها بصراحه. اللغه مزرجنه معاك ومش بتتجرأ تتكلم قدام حد، لما تنضم لللانجويج كوتشنج كلوب
هتعمل براكتس وتصلح اللي بتقع فيه وتكتسب الثقة اللي عايزها، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. رابع بقى سن هي ان الميموريز تتلخبط وتسيح في بعض، يعني الواحد يبقى فاكر وش الشخص بس مش عارف شافه امتى ولا فين، فاكره شافه في مدرسة مثلا وهو لا كان معاه في الكلية او كان معاه في الشغل، زمان والمكان بيتلخبطوا حتى لو وش الشخص انا عارفه وعارف اسمه. والموضوع ده كان مشكلة كبيرة جدا، ان ناس اتحبست ظلم واكتشاف الدي ان ايه هو اللي انقذ الناس دي، بسبب ان الناس فاكرة ان الشخص ده كان موجود ساعة الجريمة. والسن الخامسة فيها جريمة برضو يعني، بس احنا بقى بنرتكبها عن قصد اوقات. عارفين لما حد مثلا يتأثر اللي هو فاكره بحاجة اللي قدامه قالها، فيقول يمكن انا فعلا ما خدتش بالي، تصدق كان يمكن، وممكن يبقى كل ده اساسا مش حقيقي، بس هو عشان اللي قدامه اقترح الفكرة دي هو صدق ان الفكرة دي ممكن تبقى حقيقية. وحاجة زي كده بتبقى خطر قوي، وخصوصا للناس الكوتشز دايما بيعلمونا في الكوتشنج قبل ما ناخد السيرتيفيكت بتاعتنا يتأكدوا ان احنا مش بنعمل leading questions، اللي هي الاسئلة اللي مش بتدي السؤال اجابة منه فيه، فيبقى الشخص يعني الاجابة في السؤال، فانا احسن لرد باللي هما بيقولوه وامشي في السكة دي وخلاص، لان لازم الكوستشن نفسها تبقى نيوترال تماما، والشخص هو اللي يقرر الاوبشنز اللي قدامه ايه ويختار منها بعد كده واحدة تكون تناسبه، ما يكونش حد اقترحها عليه. السن رقم 6 هي ان الواحد يكون بيميل لحاجة اكتر دلوقتي عن قبل كده، يعني مثلا في الريليشنشيبس سألوا 2 ايه اخبار your relationship وقالوا احنا مبسوطين جدا وكله تمام، بعدها سألوهم ايه اخبار الريليشنشيب قالوا لا مش مبسوطين، فقالوا لهم طب ما انتوا لسه من سنة قلتوا ان انتوا مبسوطين، فلا انا قلت كده يمكن بس انا ما كنتش مبسوط ساعتها. فيبقى الواحد منحاز للي هو حاسه دلوقتي وشايفه دلوقتي وفاكره دلوقتي، فده يطغي على كل اللي فات، وده بيسموه كده بالإلوجن. بس في نفس الوقت الإلوجن دي ممكن تبقى حاجة برضو مفيدة من الأبسايد بقى بتاع السن دي، إن الإلوجن بتساعد الشخص إنه يبقى إيجابي أكتر. يعني مثلا لما الواحد بيقعد يلاقي تبرير مثلا للي حصل أو يديله معنى مختلف، فيبقى المعنى الجديد ده بيشجعه أو يبقى عنده أمل في اللي ممكن يحصل، فيبقى متشجع أكتر إنه هو يكمل. فممكن الإلوجن دي والوهم ده يبقى حاجة بوزيتيف تشجع الواحد انه يقوم ويكمل على الأقل، يعني حتى لغاية ما يبقى في حاجة كده ملموسة والأكشن بتاعه ده يحدث فعلا تغيير، فتبقى البوزيتيفيتي مش إلوجن anymore ويبقى فعلا هو كان سبب في تغيير الأحوال اللي حواليه، أو على الأقل حتى how he feels أو she feels about the situation. الكتب متراكمة عندك ومش لاحق لا تقرأ ولا تتثقف، لما تنضم للبوك كوتشنج كلاب هتخلص 4 كتب في الشهر الواحد وتطبق اللي اتعلمته منهم، وتلاقي مني المساندة والتشجيع اللي محتاجهم في الرحلة دي وسط أعضاء Enrich Community اللي هيكونوا هم كمان بيشاركوك في نفس الهدف ده. ادخل على www.nivinzahirrostom.com و join the coaching club. نمرة 7 بقى والأخيرة هي الأوبسيشن، إن الواحد يبقى مهووس بفكرة كده محبوس فيها وعمال بيدور في لوبس رايح جاي عليها، بينزل في دوامة كده ما بيطلعش منها، وبتبقى الميموريز دي حاجات إيموشنال قوي. عارفين زي مثلا لما بيقولوا ما تفكرش في الفيل الازرق، فاول حاجه بتيجي في دماغ الواحد الفيل الازرق لانه حاسس هو ما ينفعش، لازم يريزست فكره الفيل الازرق. وبيقولوا ان في طريقه بسيطه قوي نتعامل في مع الميموريز اللي هي الاوبسيسيف دي، الجورنالينج، ان الواحد يكتب اللي بيفكر فيه فيكسر اللوب دي وتطلع تبقى مترتبه كده اكتر ويقدر يتعامل معاها، بقت قدامه بقت منفصله عنه. وده بيحصل برضو لما الشخص يكون بيتكلم مع شخصين. عارفين موضوع السينز اوف ميموري ده
بيحصل حتى في الشغل، يعني الابريزل مثلا، دايما الواحد بيقول يا انا ما لقيتش يعني الوقت اللي عك فيه واعمل فيه الغلطه الكبيره دي غير قبل الابريزل بتاعي بيوم، يجي فعلا المدير وتاني يوم مش فاكر غير الغلطه اللي هو عملها اليوم اللي قبله، لكن نسي بقى كل اللي عمله من اول السنه من اول الكوارت. يعني الابريزل مثلا، دايما الواحد بيقول يا انا ما لقيتش يعني الوقت اللي عك فيه واعمل فيه الغلطه الكبيره دي غير قبل الابريزل بتاعي بيوم، يجي فعلا المدير وتاني يوم مش فاكر غير الغلطه اللي هو عملها اليوم اللي قبله، لكن نسي بقى كل اللي عمله من اول السنه من اول الكوارتر. في الحاله دي برضو نوتينج داون كل حاجه ان كانت بقى نيجاتيف او بوزيتيف بالنسبه للمانجر وبالنسبه للشخص اللي هيتعمل له ابريزل مهمه جدا عشان الميموري ما تلعبش علينا التريكس دي، تبقى كل حاجه اوريدي دوكيمنت كده بتواريخها الاتشيفمنتس اللي حصلت عشان ما تتنسيش ساعه الابريزل وبارقامها وبالفاكتس بتاعتها كلها. اتمنى الكتاب ده والحلقه دي تكون يوسفل ليكم، شيرت مع حد انتم عارفين هو محتاج يسمع الكلام ده، وقولوا لي ايه الاكشن ستيب بتاعتكم اللي انتم ناويين تاخدوها عشان تطبقوا بيها اكتر حاجه فرقت معاكم.